كيفاش سيد بالطريقة هذية مازال ينجم يدور، كيفاش ينجم يقتل مرة ثانية؟ شوفوا تحقيق مروى محجوب. نهار الاثنين ما يخدمش ما يجيش الوسط البلاد اللي هنا، هو كي جاء نهار ثلاثة جاء عادي. وانا وقتها حطيتها في قبرها وعدتها، قلت لها حق ناخذ مهما كانت ثمن. هذه مشاهد حصرية للحقائق الأربع، آخر مشاهد الرحمة الأحمر في أريانا انهار الاثنين 21 سبتمبر 2020. الستة وثلاثة دقيقة متاع العشي، رحمة كيما تشوفوا فيها ماشية لمحطة النقل الجماعي في البطوار، المحطة اللي تاخو منها كل يوم الستة ونص تقريبا النقل باش تروح لدارهم في حدائق كارتاج. بعد اللحظات هذه اللي تشوفوا فيها رحمة فص ملح وذيب. شنو اللي صار الرحمة ليلة الاثنين 21 سبتمبر 2020؟ وين باش يلقاوها بعد أربع أيام من اختفائها؟ الاثنين 21 سبتمبر، بلاغات اختفاء تهبط في صفحات الفيسبوك والمواقع الإلكترونية. اختفاء رحمة الأحمر، طفلة آخر مكان شافوها فيه هو برج البكوش أريانا وين تخدم. التسعة متاع الليل بو رحمة وأمها مشاو يبلغوا على اختفاء. نهار اثنين ثلاثة ورحمة ما فم عليها حتى خبر. سبعة واربعة تبدأ في الدار، مالها غلرجي هزيت التليفون قلبي مسكرة. جيت لبوها في الكوزينه قلت له بس بنتك مسكره خلي الشر يطيح. قلت له بنتك بها حاجه بعد اش تسكر البيس زمان هذا والشر يطيح به بطبلها به. هيا قوم برك قال ليها. قلت له قوم للمركز. قعدنا هكاك 9 ل 10. قلت له عزيزي المركز معي ل 10 مشي معنا بوها ل 10 قعدوا قيدوا اقوينا وروحنا لرويحنا عاديين ما فما حتى شيء. في الأثناء أصحابها ومن غدوة من اختفائها بداوا يلوجوا عليها. عملية البحث بداوها أيمن وناجي زوز من اللي يخدموا معاه، بداوا يلوجوا عليها في كل بلاصة تنجم تمشي. كل يوم ناجية تمشي تعمل نفس الباركور اللي تعملوا رحمة كي تروح من الخدمة لهنا وفي البلاصة هذه وين سبيطار مونجيسلي تتعدى رحمة كل يوم باش تروح لدارهم في حدائق كارتاج. أيامات وناجية تمشي وتجي من نفس الطريق، الثلاثة الأربعة الخميس الجمعة 25 سبتمبر رجعت ناجية لنفس البلاصة، أمطار على مستشفى المونجيسلي وبعض الأمطار على أطوروت المرسى ومش بعيد بالكل على واحد من أكبر المراكز التجارية في البلاد. لهنا في المنطقة الخضراء المهملة هذه لقات ناجية رحمة. هبطنا غاديك اللوجو أيمن مشي هكا مشيت أنا هكية البنية اللي غاديك سمعون إيش نحن سمعوا الحكاية وكل شيء مسكين واحد إنا اللوج اللوج وقول راو سي جوست اللوج جي سنتي كي جالي تروفي كيلكو شوز أما مخي يقول لي راو امبوسيبل معناها تلقى كدافر كوميم معناها فهمت. قعدت اللوج جي بشي هو حاشيكم بشي يلالي فيغ سي بوزوان كي راني أنا هو كي راني أنا جي سنسون نيفو قدم شوية إسي لا ولا ديتكتي لو كور دو رحمة. قال لي كان يريد دوميا ولا مش رجعوا يعيط لاصحابه فهمت. قال لي كان يريد دوميا
ياك ايه وانا قال لي دومي عرفتها هي انا ديريكت معناها ما قال لي دومي اشكاره حاج فهمت فهمت شيء هكا وانا تبصيتها من السبيدري معناها ماني عارفه كيفاش خارجه الله يرحمها ريتها من السبيدري رحمه ميت مقلوبه على وجهها في مجرى الماء ملامحها وبدنها كانوا مشوهين لدرجه انه صاحبتها ما نجمت تعقلها كان بحوايجها وساكها فما ملحفه الله يرحمها رحمه دوم في بلاصه اكزاكتومون لقيناها هوني في الفيسي هذيك دونك طايحه الله يرحمها ونعمها على وجهها وعلى ركنو بلبستها لبسه وقتها ربطها الكحله وسبيدي يا بدر الله يرحمها كهو دونك اكزاكتومون كلمنا البوليسية وكها الله يرحمها شنو اللي صار الرحمه ليله الاثنين شكون اللي قتلها وكيفاش في بلاصه كيما هذي كلها حركة تصير جريمة قتل باش نرجعوا بيكم لنهار الاثنين 21 سبتمبر 2020 هذه رحمة الأحمر 30 سنة بنية وحيدة أمها وبوها هي وخوها عزيز تخدم في واحدة من الشركات الخاصة في أريانا وتسكن في حدائق كارتاج حدائق كارتاج الستة متاع الصباح حضرت رحمة روحها كيما عادتها حطت السكادو على ظهرها وخرجت من الدار الستة ونص لعظتني تحكيت أنا وياها في القايلة في البوست نتاعها تضحك وتلعب قلت لها عايش بنتي أبوك باش يخدم الكهرباء باش تمشي تقعد تمشي تقعد تمشي بها قالت لي علاش ليه ماما أنا بنتي قلقت وفضيت من حياتي كل يوم رحمة تمشي على سقيها من دارهم لسبيطار مونجيسلي وين يقف النقل الجماعي النقل اللي باش يهزها لريانا وين تخت نفس المسلك متعوده تعملوا رحمه في طريق الرجوع من الخدمه بنتي طلعت فما شكون فيسبوك شافها كي عملوا على فيسبوك قالك شفت هذه طلعت معايا في النقل الجماعي طلعت ريتها خاطر مساسه تاخو فيها ديما النقل الجماعي طابت في مونجي سليم وباش طابت مونجي سليم تكمل قدام خاطر راح نسكن في حديقه قرطاج ما تمشيش القنطة خاطر فما الكراه فما غادي نتاع البيوتون عملوها جديده تجي وين انا نسكن في الزنقه هذيك نهج النخيل السته نتاع العشيه كملت رحمه خدمتها وهذه اخر صوره لها وهي خارجه من الشركه اللي تخدم فيها خرجت نهارتها السته معناها خرجنا كل ما بعدنا نورمالمون توصل الستة وربع توصل النقل متاع وين البطوار غاديك في أريانا فهمت مع حكاية الستة وثلاثاش دقيقة تعديت من قدام القهوة معناها سيغ وين أخذت النقل معناها تأكدنا اللي هي ماهيش في أريانا الستة ونص وصلت رحمة لمحطة النقل الجامعي في أريانا ركبت النقل وروحت متاع العشية تقريبا هبطت رحمة من نقل لهنا قدام سبيطار مونجيسلي كيما تشوفوا فيها بلاصة عامة وفيها برشا حركة اشتي نهارتها بدت تجبد الحاجة اللي خلت الدنيا تزيد تظلام والحركة تقل في البلاصة هذي سرعت رحمة في خطواتها باش توصل للدار فيسا البحر الأزرق لهنا يعيش مراد كيما باش نسميوها مع عمو ولد عمو مراد 25 سنة خضار يخدم صانع في مارشي سيدي داود المرسى الاثنين هو نهار الراحة بالنسبة لمراد يقوم مخر والعشية خرج الواحد من المراكز التجارية باش يقضي وبعد جلسة خمرية السبعة متاع العشية الصدفة باش تجمعوا برحمة في نفس البلاصة مفترق سبيطار مونجيسلي في الوقت هذاك شاف مراد رحمة وقرر انه يتبعها تعديوا قدام الفارماسي هذا معلوماتنا تقول انه قعد يقرب لها بشوي وهي تسرع في خطواتها لكن ما كانش في بال اللي باش يصير لها اتقايق من بعض وقت اللي وصلت رحمة أمتار قبل ممر المترجلين طريق عين زغوي استغل مراد الطقس والبلاصة اللي ما فيها حد في العادة ودزها
دخلها وسط الشجر قعد يخنق فيه. لين ماتت. المعلومات متضاربة على حافة الاغتصاب، مرة يقول مراد إنه اغتصبها وهو يخنق فيه، ومرة يقول حاولت وكما نجمتش اقتلتها. لكن الثابت إنه مراد في الحالات الكل اقتل رحم وبعد طيشها في مجرى الماء. سكر لها تليفونها وهز وهرب. داخل البنية فقدت الوعي، جبدها حسب ما يحكي هو للغابة، اغتصبها بعد الاغتصاب، تم قتل الضحية. نهار الاثنين كيف كيف ما جاتش، عرفت بنتي بها حاجة. نهار الخميس، نهار الثلاثة كيف كيف عرفت بها بنتي حاجة، قلت ما تغيبش عليا. نهار الثلاثة مكذب ونسي، يبان البارح الخميس الجمعة، نهار الجمعة جاء الخبر المرض خويا صلا فيها، قالت واه شبيك تبكي، قتلها لي، قالت لي عيني الدمة، قالت لي عيني الدمة. مشيت في ساعة جارتنا نسمع فيهم يغبطوا، نسمع فيهم يغبطوا، غبطوا راجلي شاري حلق فيا ويبكي، قالت لي عمد وفين نعم ناخذ حق بنتي. وقت اللي العائلة والأصحاب والناس يلوجوا على رحمة، رجع مراد نهار الثلاثة في وقته اللي مستانس يخدم فيه المرشي سيدي داود. لهنا حتى حد ما حس باللي عمله. مراد يخدم، ياكل، يضحك، يلعب اللودو مع الخضارة من أصحابه في المرشي كأنه شي ما صار، حتى لنهار الجمعة 25 سبتمبر 2020. خلى مراد نصبة الخضرة اللي يخدم فيها بحذا واحد من الخضار، ومشي البوتيك يصلح التليفونات، مدلو تليفون رحمة على أساس تليفون. سويع من بعد ارجع هز التليفون، يعني في نفس الوقت تقريبا اللي باش تتلقاه فيه الجثة متاع رحمة. مراد باش ياخو تليفونها اللي عطاه للصليح، يحطو يتشرجى، ومن بعد يحط فيه البوس باش يجرب. عشرة دقايق تقريبا من بعد الأمن يحدد مكان مراد. رئيس مركز حدائق كارتاج المتعهد بالموضوع ومعها الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة يداهموا المرشي ويهزوا مراد، هو واحد من الخضارة اللي يخدموا بجنب. نهار ثلاثة يخمم شوية، قاعد سارح شوية مع مخا، أما إحنا ما عدناش كلية يعني ما ثم جريمة في الحكاية. نهار الأربعاء عادي جدا، نهار عندنا كالعادة فطرنا أنا مع بعضنا، خليت عنده النصبة طلعت للدار وهبطت، ما عنده حتى إشكالية زيادة معناها باش تخاف منه الإنسان هذاك. نهار الخميس كيف كيف قعدنا زاد فطرنا لعبنا طرح ليدوك العادة، نضحكوا ونفدك وما عندوش حتى مشكل. نقولوا ليه إحنا شبيك ماكش مركز معنا، يقول راني والله نخمم برشا حكاية أنا وياه والحماس. مشي الصلايحي حل الشمال، الصلايحي نتاع التليفون عبارة تليفون وسيد ما عندوش حتى إشكالية، قالوا راه عندي فيه كود، نحلوا الصلايحي الكود نتاع التليفون، جيب التليفون ركب فيه البيس نتاعو، دوب ما ركب البيس نتاعو من بعد درج درجي وجو زمالة كي شدوه غادي بجنب نتاع النصبة نتاعي أنا، أنا بمنبرنك بجنبه معناه، طلعوه في الكهرباء هزوني معاه. هو التليفون حطوا يتشرجى؟ لا ما حطوش يتشرجى، في يدو تليفون كي شدوه التليفون في يدو. قالوا له تليفون اخي هذا منين خذيته؟ قال لهم راهو نتاعي انا قديم. طلع معنا في الكهرباء كي بدو يسالوا فيه في الكهرباء، قال لهم راني شاريه من عند ولاد من الزويديه. وهكاك البحث مشينا للمسكن نتاعو هزونا ومشينا للمركز نتاع حي عزيزه. غادي تم استجوابه معناها واعترف بالجريمه. الأبحاث تبدأ مع مراد ودقايق برك اعترف بكل شيء. مراد ما يعرفش رحمة وعمره ما شافها، ولكنه صاحب تاريخ في الإجرام. معطياتنا تأكد إنه مراد اقتل روح في ليبيا وشد عليها الحبس في تونس قبل ما يخرج في حدود 2013، ومن 6 شهور التالي ابدأ يخدم لهنا. صحيح إنه مراد تم إلقاء القبض عليه بصفة سريعة بعد ما عمل جريمته، أما ما يكفيش في حالات الاختفاء والاختطاف في تونس
بما أنه ما زلنا نفتقد النظام إشعار سريع في حالات الاختفاء من غير ما ننسيه تحول أغلب المناطق الخضراء في البلاد البؤر للجريمة والانحراف بسبب غياب اللهوة تماماً بهالمناطق.